قليل. نعم، وزي ما الأرض كمان بتحتاج لمويه، بتحتاج لسماد، بتحتاج لكثير من الأشياء عشان ما تنبت خضار مختلف، عشان ما تنبت حصاد مختلف. البشرة كذلك بتحتاج للتغذية، بتحتاج للتروية، بتحتاج للاهتمام. هنتكلم اليوم عن البشرة مع خبيرة التجميل هبة خالد جبار. أهلا بك هبة. مرحبا بك لينا. مرحبا بك أحمد. صباح الخير عليكم. بعد غياب طلع عليكم مجددا. هنتكلم عن أنواع البشرة، العوامل المسببة لكل نوع تقريبا، والأشياء برضو بتأثر بها البشرة، يعني كيف بتخليها تتحسن، كيف بتخليها تتضرر. فحنبدأ أول حاجة بأنواع البشرة. البشرة هي طبقة مكونة رقيقة وعبارة عن سلسلة من الطبقات فوق بعض. اللي بيحدد نوع كل بشرة البلد اللي أنت عايشة فيه، السلسلة الوراثية، المناخ. المناخ أيوة، كمان السلسلة الوراثية، الجينات يعني، الضغط النفسي برضو اللي أنت عايشة، وسلوكياتك المستمر، ده كله بيغير وبيحدد نوع بشرتك. فحنبدأ أولا بالبشرة الجافة. وطبعا في كمية من الناس بيكونوا متوقعين أنه البشرة دي هي أحسن أنواع البشرات لأنها ما بتعاني معاها. لا، والمقولة دي جدا خاطئة. البشرة الجافة بتظهر فيها علامة الكبر والعلامات التعبيرية بسرعة كبيرة جدا. ليه؟ لأنها بتفقد المرونة، بتفقد الرطوبة والموية أول بأول، يعني خصوصا لو طلعت مشت تحت الشمس مشوار بسيط بتحمر فورا، عرفتي؟ فبتكون اتبخرت حتى مستوى الموية، ما بيحتفظ، ما بتفرز زيوت عشان تقوم تعمل ترطيب للبشرة. فبتبين الشخص أنه أكبر من عمره بشكل واضح. دي البشرة الجافة. يلا كيف بنتعامل مع البشرة الجافة؟ بنختار الماسكات اللي بتكون فيها زيوت مرطبة للبشرة، أو إحنا نضيف لها زيوت وفيتامينات، وبنحاول نعمل للبشرة دي تقشير روتيني شهري، ونعمل لها يعني حاجات تديها مثلا نضارة وحيوية. كمان لازم كل شخص سواء رجل أو امرأة، أنه الاهتمام بالبشرة ما حصريا على النساء فقط طبعا. كويس، ما حضري على النساء. فجأة كبر الكلام كويس، ما كان عملوا لكم صواليف. أنا مركز والله يا جماعة، واصل بالضبط كده. فإحنا حنعمل شنو؟ كل واحد حيكون عنده دكتوره الخاص بتابع معه كل فترة لحد ما تتبرمجي أوتوماتيكلي أنت كيف حتتعاملي مع بشرتك بصورة يومية. في روتين يومي بتتخذي للبشرة، في روتين شهري، في روتين سنوي، على حسب. كمان الحكايه عايزه امكانيات برضه. المهم انه البشره تكون يعني مرطبه، دي الفكره الاساسيه. تكون نضره، ما بس مرطبه، يعني شويه مورده، حيويه، خاليه من التصبغات، ما تكون خشنه. فالبشره الجافه خشنه، يعني ده كمان مظهر ما محبذ للنسوان، بيسبب لهم شويه اكتئاب. بتساعد على ظهور التجاعيد وغيره، زي ما قلت، يعني خلي الوش اكبر من شاحب. ايوه، اكبر من عمره. صح، بيكون شاحب، بيكون شكله مرهق، يعني بتشوفي دائما كانه ما نايم او كانه ما شارب مويه، لونه مصفر او مشحب. فالبشره الجافه هي اسوء انواع البشرات، بس التعامل معها ما صعب اذا عرفنا وسيله يوميه للتعامل. ما مثلا بشرتي جافه اقوم استخدم غسول حق بشره دهنيه، هيسبب الجفاف اكثر. انا استخدم غسول يحتوي على كولاجين، يحتوي على بابايا، على زبده الشيا، عشان شنو؟ احصل على بشره نضره بعد الغسول. ولازم مرطبات بصوره يوميه، وكثير المرطبات والاسترويدات، يعني اشهرهم بيبانتين، في منه وردي وازرق، وفي سورافاين هنا عندنا في السودان تحديدا، دي كلها كريمات يعني حلوه ترطيبها عالي. جميل. طيب يا هبه، في ناس ما بتكون عارفه اصلا نوع بشرتها، يعني مثلا انا ما عارفه نوع بشرتي دهنيه ولا جافه، عشان بناء عليه اقدر احدد انه اهتمامي بها يكون كيف. الاهتمام هو يمكن متفقين عليه سواء كان في الدهنيه او حتى الجافه، لكن عشان انا اقدر اعرف واحدد انا هتعامل كيف مع بشرتي. سؤالك جدا ممتاز. بالنسبه للبشره كيف اعرفها دهنيه ولا جافه؟ انت بتمشي لخصة او مركبه، في اكثر من نوع طبعا، هسه حنتطرق لها كلها. مثلا عندك البشره الدهنيه، اول ما تصحي من النوم بتكون كلها ملمعه، يعني بتحسي انه فيها كميه زيت، في زيت في وشك. فكيف بتتعاملي معها؟ يلا، البشره الدهنيه سمكها اغلظ شويه من البشرات الثانيه، وبتحتوي على يعني بتركيبتها بتخليها يعني يكون فيها رؤوس بيضاء وسوداء، والبثور السوداء في الانف تحديدا. بتكون الدهون مركزه اكثر شيء في منطقه التيزون اللي هي الجبهه والانف والذقن. بالنسبه للخدود كمان حتكون شنو؟ بتساعد لانها تنمو فيها بكتيريا، اذا ما اهتمينا بنظافتها ممكن تلتهب جدا وتبقى فيها حبوب وبثور كبيره. البشره الدهنيه ما صعب انه نحولها لجافه، يعني الان العلم اتطور
وعملوا حبوب بتعمل على تحويل البشره من دهنيه لجافه. بس طبعا الحبوب دي لازم تتاخذ تحت اشراف طبيب، يتعمل لهم فحص الكلى، فحص الغده والسكر. الحبوب هي تقريبا معروفه يعني الناس كلها اسمها روكتان او زيراكتان او اكنوتين، بتجي بجرعات معينه، بتاخذي جرعه حسب وزنك. فرضا وزنك 80 بتاخذي جرعه 40 بتكون 20 20، فرضا وزنك 60 بتاخذي جرعه 20 10. نقصتي جزء من الجرعات دي ما حتشتغل معك. برضو عايزه انوه لحاجه، انه لما نبدا تكشير او تحويل بشره لازم نستخدم برنامج عنائي كامله. غسول بتاع بشره دهنيه وتونر يفتح المسام. التونر ده بينظف بالشنه بس، والشنه والرقبه من الامام والخلف عشان يكون لون المنطقه الفردي واحد. ايوه بنستعمل صنبلوك. يا جماعه الصنبلوك ده الناس فاكره انه لازم نمشي به تحت الشمس، لا حتى لو جوا البيت، حتى لو جوا البيت، لانه في اشعه تقريبا دي اخر المعلومات. حتى اللمبات الصفراء دي في المولات بينبهوا انه لازم نستعمل منها صنبلوك. المطبخ نتعرض لحراره، المفروض بعد ما نطلع من المطبخ نعمل نغسل وشنا ونطبق الصنبلوك مره ثانيه. طيب انا ممكن اقدر اتعامل مع الصنبلوك على اساس انه هو مرطب يعني عامله وعامله مرطب؟ لا لا، الصنبلوك دائما، كمان الصنبلوك ده لازم نعرف انه في منه انواع خاصه بالبشره الدهنيه بتكون فلويد، بتكون في منها انفيزبل كلير، بتكون ما ظاهره. في ناس بيقول لك بنعمل صنبلوك بيدينا لمحه رماديه في الوش. ما تقدر تميزي افضل الانواع شنو؟ خيارات كثيره سواء كان عن الصنبلوك او حتى التونر او حتى المنظفات عموما. في النساء او السيدات دائما بيعانوا من اختيار المرطبات والمنظفات وغيرها من خلال تقدر تغذي بشرتك وتهتمي بها، فدي معاناه حقيقيه. انا كيف اختار الحاجه المناسبه؟ ده نتيجه جهلنا بالقراءه. احنا للاسف بقينا شعب لا يقرا، عايزين كل حاجه يعني يشرحوها لنا كده فيس تو فيس. احنا لو مسكنا المنتج وعرفنا علامات معينه بتيسر لنا كثير في اختيار المنتج. يعني ناس البشره الجافه بيشوفوا الصنبلوك يكون مكتوب فيه كلمه كريم. اذا بشرتهم فاتحه وعايزين يضيفوا له لون يختاروا واحد مكتوب فيه تنتد يكون لونه ابيض. اما بالنسبه للناس المحتاجه حمايه للبشره الحساسه وواصله 100% من الصنبلوك عشان ما يدي الصبغه الرماديه نلقى مكتوب فيه انفيزبل كلير. تمام. يلا بالنسبه للناس البشره الدهنيه لازم تكون مكتوب فيه كلمه فلويد، انه انفيزبل يكون غير مرئي او يكون تنتد ويبعدوا عنه عشان ما يعملوا لنا الصبغه الرماديه. بس هو اساسا جدا مهم. يعني لما نجي لما ندخل عمر الخمسينات بنلقى انه الصنبلوك ده نقص لنا من عمرنا الفعلي 20 سنه. دي حاجه لا يستهان بها يعني. طبعا اكيد احنا كلنا ما عايزين نكبر في السن. بالظبط كده. فده العنايه بالبشره الدهنيه. بعد ما نعمل تحويل للبشره لازم نهتم بتقشيره بصوره شهريه، ان شاء الله نقشرها مره في الشهر. اذا بشرتنا مدهنه جدا نقشرها مرتين في الشهر. وحنتكلم عن اشهر انواع المقشرات على مستوى العالم. ان عندك الاكريتين طبعا معروف في السودان، بيجي منه نسبه 5% و2%. بنقشر البشره بنسبه 5%. عندنا الايبيديو، عندنا بيجمانورم. البيجمانورم بيغنينا عن اي تركيبه بتاع التفتيح لانه عباره عن خلطه ثلاثيه فيه تفتيح ومضاد حساسيه وتقشير ريتينول. عندنا الافوتين اي ده بديل للريتين اي. وعندنا ترايلوما تقريبا ده برضه مقشر بيغنينا عن الخلطه الثلاثيه. دي كلها منتجات احنا ممكن نجيبها من برا اذا ما موجوده عندنا هنا، او يعني المهم انه احنا بنعرف مصالة في الاخير. دي بتقشر البشره بصوره ممتازه، ولازم اثناء التقشير يكون ترطيب للبشره بصوره مستمره وبشكل جدا عالي، لانه التكشير ده سلاح ذو حدين. اذا ما بقى تكشير مظبوط 100% بطريقه احترافيه حيؤدي لتصبغات وسواد اكثر من الاول. فدي البشره الدهنيه وطريقه التعامل معها جدا سهله، حتتبرمجي وتكوني بتتعاملي معها بشكل اوتوماتيكلي لحد ما تصلي للبشره الهيلثي الصحيه النضره اللي انت بتتمنيها. حنجي للبشره المركبه. دي خليط من البشره الجافه والدهنيه. كيف بعرف المركبه؟ وهي دي معظم النساء بيعانوا منها، ما بيكونوا عارفين. يلا البشرة المركبة أو المختلطة بتكون بتحسي اللمعة في الجبهة والأنف والذقن، بتلاقي فيها بثور صغيرة مساماتها أصغر نسبية من مسامات الدهنية. الدهنية مساماتها واسعة تحسي بها حفر. وفي لو بتمشي تعملي هيدروفيشل كل فترة في جهاز مع اللمبة حقت الهيدروفيشل فيه عدسة مقعرة، فإحنا بنخلي راس الكاستمر تحتها وبنقوم نشوف وشها كيف بالعدسة المقعرة، فبتبان المسامات بتبان بوضوح تام. فده هو الجهاز اللي احنا بنكشف به على البشرة عشان نحددها. البشرة الجافة المركبة بشرة جميلة وبشرة يعني سهل التعامل معاها، انه برضو بنستعمل لها غسول تونر صنبلوك، بنقشرها برضو شهري، لازم نعمل هيدروفيشل شهري.
بالنسبه للناس البشره الجافه ممكن يعملوه يعني كل شهر شهر ونص، انه بشرتهم ما بتحتاج دائما، بشرتهم اصلا جافه ما بتمسك اوساخ زي البشره الدهنيه والبشره المركبه. افضل بشره اللي هي البشره العاديه، البشره العاديه قريبه للمركبه بس يعني شنو شويه مساماتها اصغر ومورده وتحسي نسبه الزيوت فيها بشكل متعادل، ما بتتاثر بالعوامل الخارجيه، ما بيأثر فيها ضغط نفسي، ما بيأثر فيها أي تغير مناخي. يلا البشرة الدهنية العامل النفسي بيأثر معاه كثير، يعني لو واحدة بشرتها دهنية جدا مثلا زعلانة ولا طوال وشها بتملح. موضوع العامل النفسي ده مؤثر معايا أنا ذاتي، إنه العامل النفسي بيأثر على البشرة. دي معلومة جديدة وخطيرة جدا جدا، فنعمل حسابنا تماما من الموضوع ده. بالضبط كده. يلا النسوان أصلا تحديدا أو النساء هم عبارة عن كتلة بتاعت أحاسيس ومشاعر. المرأة تحديدا لو زعلت وشها بيكون ضارب. يا بتصحى من النوم بتحس إنه فيها حاجة غلط، بعكس سبحان الله لو نامت مبسوطة بتحس إنها صاحية موردة ومشرقة. فالعامل النفسي إحنا ما في شيء مفروض يعني يخلينا نكتئب. اكتئاب الشتاء ما في شيء ما في شيء مخلينا نكتئب خالص. حتى مع الاوضاع المفروض احنا نحاول نتفائل انه جايين. متفائلين والله، متفائلين جدا. هي ما في سؤال مهم شديد انا عايزه اسالك ليه. كل سيده بيقول نفسها انه بشرتها تكون زي الاطفال، يعني تكون نضره وجميله زي الاطفال، واحنا صغار كنا بنتمتع ببشره مختلفه تماما. أكيد. وفي نساء قادرات وصلوا للمرحله دي. طيب كيف انا اقدر اتمتع ببشره نضره كالاطفال؟ يلا ده سؤال برضو جميل. احنا كيف نتمتع ببشره كالاطفال؟ بالاهتمام والعنايه. نشرب مويه كثير، نشرب عصاير، نشوف العناصر الغذائيه بتحتوي على جلوتاثيون بدل ما افتش على حقن تبييض خارجيه ولا عوامل خارجيه او التراكيب والصباعات بتودي الناس في 60 دهيه. صحيح. نتفاداها ونلجا لحاجه صحيه، ما نستخسر في روحنا حاجه، نتابع مع دكتور خاص يكون بيفهم، ما نمشي نقول بدنا تركيبه صيدلانيه، لا نمشي لدكتور جلدي رسمي ونقول له المشكله ونشوف الدكتور اللي بترتاح معه بشرتنا ونواصل معه، يعني نعمل له زياره عشان ما نكتر كله 3 شهور، ويكون عندنا مركز تجميلي يعني نكون احنا بنحس براحه بشرتنا فيه وبنشوف فرق شاسع على البشره. فنتعامل مع المركز، نمشي نعمل فيشل او هيدرو فيشل اللي هو تنظيف عميق، لازم ده يكون شهري. وبعد الفيشل نستخدم تركيبات صحيه وامنه، يعني في تركيبات جميله بتديك نضاره فوريه بالالفا اربوتين بالكوجيك اسيد بالجلوتاثيوم باودر، بتتعامل بتركيبه معينه بنسب معينه حسب بشره كل واحده. ف يعني بتستعمليها من اول اسبوع بعد الفيشل بتحسي بنتيجه. ليه؟ لانه مساماتك فاتحه وبتستقبل. جميل. طيب ستات البيوت اللي بيسمعونا ممكن يقول لك يا هبه والله احنا ما عندنا اي مساحه نمشي لاي مركز بتاع تجميل، واحنا ستات بيوت ورانا مسؤوليه وغيره، وفي نفس الوقت حابين بشرتهم تكون مهتمه بعيدا عن الكريمات اللي بتسبب تصبغات وغيره، شنو من الحاجات عندنا دي بتصير من اسرار البيوت في المطبخ؟ المطبخ ده يعني فيه اسرار جميله، عايزين سر صريح كده لستات البيوت عشان ما يقدروا يعني يهتموا ببشرتهم من داخل المطبخ. سؤالك جدا جميل وذكي وحيحبوك كل ستات البيوت من وراه جدا. اهم حاجه يلا احنا عندنا مثلا لازم يكون عندنا اله يعني بنستعمل منها بخار. لو جبنا مثلا البويلر فرضا، وسيله تقليديه للشاي للقهوه، نعبي شويه مويه للمنتصف ونجيب منشفه ونعرض وشنا للبخار حوالي 10 دقائق. انا عامله الحكايه دي في اكثر من لايف لي في الجروبات السودانيه. بعد ما تعرض وشك للبخار وشك تلقائيا حيعرق. يكون عندك السكراب العادي، اي سكراب بيكون موجود في البيت نسبه الكولاجين اكثر من نسبه المقشر. فبقوم اعمله في وشي، بفركه في وشي يعني بصوره جنتلي ولطيفه عشان ما اذيها. بعدها بجيب شفرات، في شفرات فلامينجو او اي شفره ثانيه موس كده حسب الشيء اللي انت محترفه في نظافه البشره. بتعملي شيفين كامل لبشرتك من الانف حدود الخدود من غير ما تسبي باي سكار او جرحه للبشره. بعدها بننشف الوجه بطريقه لطيفه. يفضل تكون المنشفة ما بين ناعمة وخشنة عشان نضغط على الأماكن اللي فيها دهنيات، هنا في الجبهة، الأنف، منطقة الدقن، الأنف تحديدا من الأطراف اللي هنا بيكون ماسك دهون. بعدها ممكن نعمل ماسك جدا جميل بالشوفان، ممكن مع ملعقة كورن فلور، ملعقة زبادي، الناس اللي ما بتتحسس من العسل نقطة حقة عسل، ونعمله يعني كماسك نضارة وحيوية أو ماسك القهوة. القهوة البن مال أيوة البيوت كل، بس ما يكون فيه هيلو جنزبيل لا بدون بهار. تعملوا بشوية مية ورد وتخلطوا تعملوا في وشها يعني النشا برضه بيقولوا النشا كويس. النشا ما قلت لك مع الشوفان، مع الشوفان ملعقة ملعقة عشان ما ينشف. جميل.
عرفتي؟ بعدها تعمل قناع قابض للمسام، عندك المر الحجازي، اللبان الذكر، الشاي أخضر عادي شلت منه التيباك وعملتي في بخاخة، ده جدا ممتاز. برضو مع الرز جميل جدا، كسيروم للهير للبيبي هير، وكنضارة وحيوية للبشرة. جميل، فكده ده فيشل بيتي كامل متكامل لستات البيوت. طيب احنا انا مضطر انه اكون هذه من الملذات في اللحظه دي. طبعا يعني اقول لك تنهي الحلقه زمن الفقره بتاعها. لكن قبل ما نختم، لو في سيدات حابين يتواصلوا معك، يعني يصلوك وين المحل، موقع وين؟ انا عندي مركز اسمه مركز هبه جباره في الاركويت البلابل، تقاطع عبد ختم مع سيدي بي، والتليفون حينزل لكم اسفل الشاشه، بس حط رقمي في ليبل. اتواصلوا معك في المركز؟ ايوه اتواصلوا معي في المركز، المركز باسمي. شكرا، شكرا جزيلا لك هبه خالد جباره خبيره التجميل، كتر خيرك. استمتعت بالحلقه معاكم، ان شاء الله اشوفكم في حلقه. انا والله برضو استمتعت بالفقره جدا. يعني ايوه جميل وجودك، كان حضورك فعال. طبعا طبعا شكرا هبه، ونتواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان. هنمشي وين ولا فاصل؟ هنطلع لفاصل قصير من بعده، ونرجع ثاني للنصف الثاني من صباح الشرق. خليكم معنا.